شباب خير خير، ايش فيه؟ البيتزا حقتي حطيتها على الطاولة ورحت للحمام، رجعت لقيت انها اختفت وما بقي الا قطعة واحدة، وانا اشك بواحد صراحة. هذا اكيد انت اوس. ايش؟ لا طبعا مو انا. لا تكذب يا الكلب، هذا انت. اصلا انا ما احبها ولا اكلها يا شيخ. لا عاد فين اختفت؟ ما احب البيتزا يا رجال. البيتزا هذه كانت من اي مطعم وباي نكهة بالضبط؟ بيتزا بالخضار والجبن. اكيد كان من مطعم الحاج ليفاي. اي بالضبط، وكانت خضار وجبن وزيتون بعد. اي لا ما شفتها. اكيد هو اوس. يا اخي ما يصح كذا تكذب، خلاص اعتذر واطلب واحدة جديدة. اعتذر على ايش يا ابني؟ عندي حساسية ضد الجب. لحظة، ايش هذا اللي في يدك اليسار؟ يلا اعتذر يا رجال. اعتذر على ايش؟ تراك ماسك قطعة من البيتزا بيدك. خلاص انا اعتذر لك بالنيابة عن اوس، معليش ممكن تسامحه؟ طيب بس كون يشتري واحدة بسرعة عشان انا جيعان. يلا اوس اطلب له واحدة وخلاص. اي يلا بسرعة. ما جاي تشوف انهم متفقين علي؟ وكمان انت كيف عرفت اسم المطعم وطعم البيتزا ونكهتها وانت اصلا ما شفتها؟ انا متأكد ان هذول الاثنين هم اللي تقاسموها بيناتهم. اذا تقاسموها معناها كل واحد اكل 3 قطع، وانا لما رحت لقيت في قطعة واحدة. طيب في قطعة ناقصة، مين اكلها؟ انا يمه.